هناخد شرح هناخد جروبي وبسيط اليوم اسف بس بلس اللي راح يكون مقدمه دراسه الاو او بي اللي هو الاوبجكت اورينتد بروبلم اللي هي مقدمه بس. بدينا من المحاضره الثالثه اعتبار المحاضره الاولى والثانيه هي الجارتم وكابلات فشغلات ليست بسيطه ما عندك القدره حتى تميز بين الابر كيس لتر واللور كيس لتر. يعني انت تكتب لي الاي بالكابيتال لتر ما راح يعرف ان الاي سمول لتر هي تمثل نفس القيمه، ما تمثل نفس القيمه. سي بلس بلس ما تمثل نفس القيمه. الكابيتال لتر يختلف عن السمول لتر. عندنا سبيشال كاركترز اللي سبق وان شرح يعني وضحناها دكتور زيد العام اللي هي البلس والماينس والمالتيبليكيشن والديفايدد باي والهول باور والاقواس وغيرها والريليشنال اوبريتر والكوما والدوت والسيمي كولن والكولن وغيرها. هذا اللي ثلاثة اكو بعض الاضافيات بس هذا المور بابلر الاكثر شيء واحد بين المستخدمين اكيد الهم فك حجم خاص المعرفات نعم ايدنتيفايرز المعرفات المعرفات يا اما يكون شنو؟ يكون فايربلز شنو انواع الفايربلز؟ نقدر نتكلم فايربلز نتذكر من الان اول شيء عندنا الانتجرز ثاني شيء عندنا الفلوتس الثالث دي كاركترز واخيرا عندي string الاول اللي هو الانتجر شو يمثل لي؟ الارقام سواء كانت صحيح الارقام صحيح سواء كانت موجبه او صادقه ثاني بعدين الفلوت الفلوت شو يمثل لي؟ الديسيمال نمبرز يعني الارقام 20 ثالث كاركترز شو يمثل؟ الحرف والحرف شلون يمثلان بالبرنامج؟ شو اخلي له؟ مو دبل كوتيشن يسوي اسم خلي له سنجل كوتيشن سنجل ثالث واحد اللي هو سكرين، شنو سكرين؟ كلمة كلمة مجموعة حروف. زين، هنا عندنا فد مثال بسيط. قبل ما ندخل المثال، كلمة فاليد راح تجي هواي بالأسئلة أو بالمحاضرات. كلمة فاليد كلمة أن فاليد. الفاليد هو شيء أوكي ناشئ صحيح، هو فاليد. والشيء أن فاليد هو شيء غير صحيح، ما يمكن يتنفذ. واضح؟ هو أن فاليد إنستركشن. أن فاليد أي شيء أن فاليد هو شيء خاص. والفاليد هو الشيء الصحيح. فهسه اقول لك عندنا في الاكزامبل للفاليد ايدنتيفايرز هذن ماي نيم احسب وياي الحروف 1 2 3 4 5 6 ليش كاتب سبع كاركترز؟ يعني سبيسر الاندر سكول هذه يعتبر شنو؟ يعتبر كاركتر مثل ما وضعناها بالكاركترز. الاي وحده هو كاركتر واحد. البي وحده كاركتر واحد. اعتقد هاي الامور ماضي عليكم. بس طيب اسم التفكير ان الانفاليد انستركشن invalid instruction شنو معنى invalid قلنا؟ هو شيء غير صحيح هو invalid 3BA هذا invalid ليش invalid؟ لان كاركتر ويا ديجيت صح؟ فالنمبر معين ويا حرف هذا شنو؟ هذا invalid زين A تقدر شنو قوسين؟ كاتب تيست هذا invalid هذا مو صحيح واضح؟ كلمتين ثلاثة سبيس هذا كذلك هو invalid نجي للكي ووردز. الكي ووردز اللي موجودات برنامج سي بلس بلس. شباب انا جاي احكي ريفيو يعني من اشرح بصوره سريعه مجرد تذكير لك حتى يكون مدخل قبل البرنامج الاو الكي ووردز اشهر كي ووردز اللي موجودات برنامج سي بلس بلس. الكل حفظ سواء كان بريك ديليت فلوت لونج سايز اوف كيس دبل فور مين سويتش كاركتر ايلز جو تو وغيرها من الكي ووردز. هذا اللي كلهم شنو؟ لان حفظ. ولكل كي وورد عندنا راح نستخدمه برنامج معين. عندنا فور برامج ناخذها على طول السنه سواء كان تكمله سي بلس بلس او برنامج او ماده او او بي راح نستخدمه بين كل. ذني المفروض انا حافظ. نجي كونستانتس. الثوابت. الثوابت عندنا ثلاث انواع. يا اما يكون سترينج كونستانت، يعني شنو سترينج؟ مفرد. كلمه. ها؟ عندنا شنو؟ نيومريك كونستانت شنو النيومريك؟ رقمي يعني ثابت رقمي او كاركتر كونستانت اللي هو شنو؟ كاركتر رمز ثابت رمز زين نعطي فد مثال على السترينج كونستانت اللي نخلي شنو؟ سترينج كلمه يعني صار اسم يعني شنو؟ دبل كوتيشن نخلي دبل كوتيشن واللي راح يطلع لك بالبرنامج بيا لون لون ازرق زين هذا فاليد مو هذا فاليد نيم؟ هذا ليش؟ هذا ايش بيه؟ هذا انفاليد نيم، ليش انفاليد؟ هذا فاليد صحيح،
دبل كوتيشن هو اسم معين واضح، فالكونستانت معين، هذا الكونستانت نوعه سترينج. زين هذا انفاليد، ليش انفاليد؟ من هذا دبل كوتيشن ومن شنو كوتيشن واحد، فهذا انفاليد ما راح يطلع لي. عندنا ثاني واحد اللي هو النيوميريك، النيوميريك عندنا بيه الانتجر والفلوت، وعندنا بيه الهكسا ديسيمال والاوكتال. الاوكتال شو اسمه؟ عندنا الانتجر والفلوت والهكسا، هذا الانتجر والفلوت والهكسا والانساين. شو اسم الانساين شباب؟ يعني هنا عندنا إشارة شيء مهمة بينا نحسي بس صار نعم مجرد أو صار يعني صار مثالي أو صار مثالي الانساين والساين إذن كل شيء مهمات إذن طبعا كل واحد إلين برنامج البرامج موجودة ضمن المحاضرة وضرورة الأعمال البطل. طبعا البرامج راح يكون كمية كبيرة يمكن مفتوح العمل راح يكفي نطبق كل البرامج، بس صار بعد راح يختار لكم البرامج اللي شنو يعني مين بروجرامز البرامج الرئيسية هتطبقها. هذا اني امثلة عليها من او خواص للانتجر كونستانت، ايش قد السايز مال الخزن مالته وشلون تنكتب، وبالنسبة للفلوت كذلك. هذا ما اعتقد احتاج من او او بي، بس انها مهمات بالنسبة للسي بلس بلس وكذلك للمسار السمر والوقت. سبيشال كود، هذا كل الكودات اعتقد طبقناها على البرامج. سلاش ام شو الفائده؟ انتر اكو طريقه ثانيه نزل بها صفر انتر سلاش تي شو اسوي بسلاش تي؟ سبيس بتوين اوتبوت انت في فراغ بين المخرجات انا حاط عليه مجموعه امثله سلاش ار سلاش اي سلاش بي دبل سلاش المن للكومنت. طبعا شباب بالمناسبه الكومنت هو شنو؟ غير مهم. يعني ليش هو الكومنت يخلونه حتى يوضح شنو الخطوه اللي جاي تصير، بس هي بالحقيقه الكومبايلر ما يعيد لها اي اهتمام، يسوي لها اجنور. يعني اذا عندك خطا املائي او خطا بالكومنت مالتك هو ما يدخل ضمن الخطا بالبرنامج، لان الكومنت الكومبايلر ما يقراه، يسوي لها اجنور الى نهايه الكودات. ثاني راح نشوف كل واحد عليه برنامج ان شاء الله نطبقين بعمل. عندنا الاوبريتورز، فتذكير بسيط الاوبريتورز. الاوبريتورز هو خمس انواع، النوع الاول assignment operators، النوع الثاني comparison and logical operator. شو يتضمن؟ يتضمن relational وعندنا equality المساواة وعندنا شنو؟ logical. هم كذلك حاط لك على كل نقطة من عندنا حاط لك عليها example هسه راح نشوفه. عندنا البيت وايز logical operator كذلك، والسبيشال اوبريتر عندنا بيه سبيشال اوبريتر مجموعه اوبريترات ممكن تكون مهمات لكن ضروري تكون. اول واحد اللي هو الارثمتيك اوبريتر، شو اقصد بالارثمتيك؟ عمليات رياضيه اللي تضمن الاديشن سبستراكشن مالتيبليكيشن الديفيجن والريمايندر. يعني شنو؟ ريمايندر باقي القسم. عندنا شنو؟ قلنا بالنسبه للانتجر راح يكون عدد صحيح، بالنسبة للفلوت هو ديسيمال، بالنسبة للكار هو شنو؟ ثالث رقم سنين، وهو بالنسبة للحروف. طيب مثال بسيط يمثل لي العمليات الرياضية. تجينا اللوجيك بهالشكل، اكس زائد الواي ضرب الاكس ناقصا الزد. عندما الاكس يساوي 5 والواي يساوي 6 والزد يساوي 8، شلون راح يدينا فيها؟ اللي فهمناه بالرياضيات إنه شنو؟ الأولوية المن تكون للضرب ومن ثم الجمع دور الطرح، بس هي الضرب والقسمة من ثم الجمع والطرح. خلي بالك الضرب والقسمة جمع والطرح. شو راح يصير عندنا لو كان جاني الإكزامبل بهالشكل؟ إكس علامة زائد وحدة مو اثنين، انتبه هسه بس وحدة. إكس علامة زائد وحدة يساوي 5 فارزة من قطر اللي هي سيمي كولن. هذا شنو معناته؟ هذه معناتها x يساوي x زائد 5 الفارزة منقوطة واحدة. كذلك بالنسبة إذا كانت عندي علامة الضرب راح تكون y هي y في 10.
بالنسبه لي لو اكس 2 زائد 2 زائد 2 راح يجيها بيها انكريمنتال، هاي بيها بوست فيكس وبيها بريفكس. اساسا نشوف طبعا الى اخره من العمليات عندنا الايكواليتي، الايكوال طبعا نسويها احنا الايكوال مرتين اي، وعندنا يا اما زائد ايكوال او دوت ايكوال او شنو ستار ايكوال والى اخره من الايكوال. ارثمتيك ناخذ اكزامبل بسيط، هذا الاكزامبل هو مو واحد بعده عمليات، يعني اللي اريده انا حالك ما عنده اثنين وثلاثه عليك، خلينا نشوف الاثنين شنو عندك. اكس بلس ايكوال 5، يعني شو معناته؟ يعني x equal x plus 5، قيمة الاكس ايش قد؟ 2، 2 و5 7. زين نجي للثاني، الواي ماينس ايكوال 8، يعني y equal y minus 8، قيمة الواي 3، 3 ناقص 8 سالب 5. تجي z علامة ضرب equal 5، z تساوي z في 5 وال z 4، 4 في 5 نكتب ايش قد؟ 20. بقي انت شنو؟ واضح؟ بالتمرين بس. عندنا الكمبارجن اوبريتر او لوجيكال اوبريتر. الكمبارجن شنو اقصد بيه؟ المقارنة. ايكوال لو شنو؟ لو جريتر ذان لس ذان جريتر اور ايكوال لس ذان اور واضح؟ اور لايف سايد. الكمبارجن اوبريتر كذلك حافظ عليها مجموعة برامج. هذا اللي بس من الاستذكار الطبي اكيد خلصت به سنة كاملة. عندنا بالنسبة لللوجيكال اوبريتورز اخذت بالرقمية كل البوابات، ما اخذت بوابة معينة ما اخذتها. اللوجيكال اوبريتورز هي الاند وتنكتب شلون؟ دبل امفسايز هذه الاند. لو شنو؟ لو عندك النوت بهالشكل تنكتب علامة تعجب، وعندنا الاور اللي هي بالرقم. هذول طبعا التروث تيبل مالتهم اعتقد كلكم حافظين بالنسبة للاند والاور والاكس اور والنوت والنوت. هذا اكزامبل بسيط يمثل لي العمليات. يقول لك اذا كانت الاي هي 4 والبي هي 5 والسي هي 6 تحقق من صحه العلاقات التاليه. يقول لك الاي هي اصغر من البي، يعني الاربعه اصغر من الخمسه، هاي تروح ينزل الاوبريتر. البي هي اصغر من السي، الخمسه هي اصغر من السته، هاي تروح من تروح هاي تروث تيبل ما الاند اوبريتر تروث وين التروث؟ تروث وقيمه التروث ايش قد؟ واحد. زين كذلك بالنسبه للبيتر احنا شوي شوي طورناها للاصعب. خلينا نحل اخر واحد باعتبار اصعب واحد. الاي هو اصغر من البي، يعني الاربعه اصغر من الخمسه وهاي تروث، ينزل الاوبريتر. البي هو اصغر من السي وهاي كذلك، هذه البي اصغر من السي لا اكبر، اذا هذه فولس، ينزل الاوبريتر. الاي هي اكبر من البي، الاربعه اكبر من الخمسه، هاي فولس. عندك الاي هو اكبر من السي، الاربعه اكبر من السته، هاي فولس. من تسوي ببداية الاولويه لمن؟ للاند اوبريتر. الاند اوبريتر راح يطلع لك فولس. الاور راح ينزل هذا وياه هنا. أنا شنو اي واحد يقدر يسوي بس هو اخذ الفولس من البدايه، واضح؟ الفولس اور الفولس يطلع لك فولس، ينزل الترو. من يطلع لك بالاور الترو وير فولس يطلع ترو. قيمة الترو واحد. نحتاج الى شباب؟ اكزامبل ثاني كذلك نفس العملية، بس هنا شو بستخدم؟ بستخدم الانكريمنتال والديكريمنتال، لا بس الانكريمنتال. شباب هنا منطقي بلس بلس الاكس بلس بلس الواي بلس بلس الزد، شو نقصد فيه؟ يعني الاكس هي صفر، ايش كذا راح تطلع قيمتها؟ واحد يطلع واحد. الواي هي قيمتها واحد راح يطلع اثنين. الزد هي قيمتها واحد يطلع اثنين. راح نشوف هسه انت يمكن سالت على الانكريمنتال، راح نشوف اذا زد زائد زائد هاي تكون ورا الحرف مو قبل الحرف، مو بريفكس تصير بوست فيكس، كذلك لها معنى اخر. كذلك يطبق عليها نفس السابق اللي هو بدايه الاند وبعدين الاور تطلع قيمه الترون اللي هو واحد. عندنا البيت وايز لوجيكال اوبريتر. شباب اللي نعرفه احنا بالحاسبات عندنا 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 2 اس 4 2 اس 5 2 اس ويجي 2 اس 0 1 2 اس 1 2 2 اس 2 4 8
8 16 32 64 168 هذه بالنسبه للنيوز صح؟ زين أيضا أشوف قيمة ال 23 جيجا أشوف قيمة ال 23 أخذ الواحد وأخذ شنو؟ الاثنين وأخذ الأربعة وأخذ 16 والله أحسن لي إياها 16 وأربعة 20 واثنين 1 23 إذا شو راح أمثلها؟ راح أمثلها 1 1 1 0 1 0 0 واضح؟ صح بس هو شنو عندنا سايز خاص شوف هنا عندي سايز خاص انا 8 ديجيت مو صح البايت هو كم ديجيت هو 8 ما ديجيت فلازم اخذ 8 ديجيت زين اذا يطبق ال 33 راح شنو قاعد يفيدني 133 راح اخذ الخمسه 132 راح اخذ شنو الواحد والبقيه صفر واضح؟ زين البيت وايز شو اقصد به؟ بيت وايز كومبلمنت شو اقصد به؟ اقصد به المتمم المتمم شوف انتبه هسه 23 عرفنا شلون مثلناها مو صحيح؟ المتمم مال 23 هو شنو؟ عكسها هذا 1 1 1 هذا 0 0 0 هذا 0 هذا 1 هذا 1 هذا 0 هذا 0 0 0 هذا 1 1 1 شباب ما تنين مجموعة مكملة احنا الثانوية اذا كانت المجموعة مكونة من اكس وواي وزد عندك مجموعة اسمها اي تساوي لك اكس وواي المتممة مال اي هي شنو؟ هي زد صحيح؟ نفس الشيء هنا هذا شنو؟ اللي 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 اخذنا قيمهم اللي اخذنا قيمهم عيناهم بواحد اللي ما اخذنا قيمهم عيناهم بصفر المجموعة المتممة شكل صفر تساوي له واحد شكل واحد تساوي له صفر من تجمعهم يطلع كامل اليوم تحصل خمسة واضح؟ انت بخمسة زين هذا شنو؟ هذا البيت وايز كومبلمنت إذا أجاني بهالشكل مثال الإكس التشفيت نحو اليسار بمقدار 3 وعندي الإكس يساوي هذا المقدار شوف هنا عندنا 0 1 0 0 0 0 1 0 واضح؟ راح أشفت بالبداية 1 يجي هذا وين؟ يجي هذا هنا جاي شوفه؟ هذا وين يجي؟ هنا هذا التشفيت رقم 1 التشفيت الثاني وين راح يصير؟ هذا يجي هنا وهذا وين يجي؟ هذا هنا هذا التشفيت الثاني التشفيت الثالث هذا راح على غير بت على غير بايت وهذا شنو؟ هذا اجى هنا واضح؟ هذا التشفيت شفت بمقدار واحد شفت بمقدار اثنين شفت بمقدار ثلاثة يعني انتقل من واحد نعم دخل في معين وشفت ديجيت بمقدار واحد هذا مش شفته انت بمقدار واحد هنا هو يشفت بمقدار اثنين اس ان واضح؟ اثنين اس ان يشفت عندنا شنو؟ عندنا مجموعة سبيشال اوبريترز. أول واحد اللي هو يونتري اوبريتر. اي مو انا قلت لك هنا شنو؟ هنا ما خلينا البايت الثاني. من اكو بايت ثاني المفروض شفت. البايت الثاني ما موجود. بس كذا بس هنا. عندنا أول واحد اللي يونتري اوبريتر.
شباب نيوتري اوبريتر عندنا بي مالتيبليكيشن والان والنيجاتيف والنوت والنك يعني هاي نانا نوت وهذا الكومبلمنت عندنا الانكريمنتال وعندنا شنو ديكريمنت عندنا زياده المقدار واحد والنقصان المقدار واحد هذا الكل شيء بس نشوف عليه مثال هذا بالنسبه لللوب اخذتوا اللغات انتم من الفي اس والواي والواي ثم راح نعيد هنا هذا اليوم ان شاء الله نجي تركي هسه بس هذا شوف انا بشوف الكومبيشن انا بس كاتب الاسماء المهم الانكرمنتال شباب من يجي الحرف الكاركتر وقبله وهذا شو نسميه؟ نسميه بريفكس بريفكس وهذا شو نسميه؟ بوست فيكس بوست فيكس هذا هنا من يسوي سي اوت يطلع لك قيمه اكس مضاف لها واحد هذا من يسوي سي اوت وبعدين نضيف لها واحد هذا ذكر سويت مثال عليه بس ما جايب يمكن بالله انت لبنها هذا conversion بين ال int وال float type of conversion ننتقل المحاضرة ما بعد احنا مثل ما اتفقنا راح ناخذ محاضرات مرحلة و سي بلس بلس ثلاثة محاضرات سوت يصير مجرد ريفيو حد ما نكمل حتى نجي قيمة نبدأ بال OOP أول شيء راح نأخذ الستيتمنت. الستيتمنت عندنا بيه ثلاثة أنواع شباب. عندنا إكسبريشن ستيتمنت، وعندنا كومباوند ستيتمنت، وعندنا بيه كنترول ستيتمنت. عندنا إكسبريشن ستيتمنت. مثال بسيط. إذا الإكس يساوي لي الواي، فارس المنقوطة. صم الإكس زائد الواي. طلع قيم. تدخل قيم بالسي إن، تدخل قيم الإكس وقيم واي، وطلع صم. كذلك هنا أنا بالنسبة للمن، بالنسبة للأي والبي. وهنا شنو؟ هنا أنا عندي اللوم هنا يعطيني شنو؟ يعطيني شرط تحقق الشرط سوي كذا ما تحقق الشرط سوي كذا أعتقد هذا تكون خط على أنفنة بس إن شاء الله زيهم حسنا جيت الإنستار في بو سي بس بس حسنا هنا راح نجيب سي بس بس هذا في شكرا مقدمة سي بس بس عندنا أول شيء الهاش الكلور انبوت اوتبوت شريط هذا شو معناته؟ تضمين المكتب. تضمين المكتب. الهاش جاي يدير البرنامج وين اللي يدير البرنامج؟ إنكلود هو تضمين المن تضمين المكتب. انبوت اوتبوت سترين دوت هاش. هذا بالنسبة للسي اوت. سي اوت يعني عرض المخرجات واللي هي تكون شنو؟ سي اوت مجموعة هاي العلامة. Variation 1, Variation 2, Variation N فارزة مرة C الـ C إن هي المن في الإدخال نفس العملية ناخذ مثال بسيط لو ردنا نكتب في برنامج بسيط في كلمة Welcome أعرض كلمة Welcome على الشاشة أكيد راح هاش include input output stream dot h شباب مرات void main ومرات int main ماذا شو الفرق؟ مرات void من مرات هيك مرات انت مين شو الفرق يعني معناته مين انتهي القوس انتهي البرنامج زين واذا كتبت انت مين اكو فرق اذا كتبت انت مين اخر شيء لازم شكتب return zero حتى ينهي البرنامج نعم اذا اكتب انت مين اكتب اخر شيء return zero واذا كتبت void من ممكن داعي اكتب اخر شيء هذا شنو قلنا عليه هذا الكومنت يعني هذا اذا اشيله هسه البرنامج يتغير هذا شرح من المقابل شنو معنى اللي راح يصير عندنا يقول لك البرنامج اتس ا بروجرام تو برنت شنو كلمه ويل هذا اذا خطأت هنا بالبروجرام خطأت بالسبيل راح يتاثر البرنامج ما راح ليش لان احنا خلينا علامه كومنت هذا راح ما يدخل بالكمبايلر
هذا شبي الكمبايلر يسوي لك نوم. هذا اللي وضحناه الهاش انكلوز اي انبوت اوتبوت ستريم دوت اتش المين والفويد. قلنا امتى نستخدم المين؟ طبعا هي اسم الداله. امتى استخدم الفويد وامتى استخدم الروتين زيرو؟ روتين زيرو استخدمها ويا من؟ ويا الانت. والفويد ماكو داعي استخدم لها. عندنا البلوك اوف ستيتمنت راح يكون بين هذول الاقواس. عندنا الكومنت هنا سي اوت اتفقنا عليه ايش راح يكتب. اي اسم بالسي اوت راح يكون بين دبل كوتيشن. نعم. السي ان السي ان كذلك هم اتفقنا ايش راح يدخل المدخلات واحد بعد واحد. علامه السي ان عندنا علامه هذه المخرجات وهذه من المدخلات. وعندنا السيمي كومن. طبعا هنا كتبنا في الانت ال اللي هي مشابهه لما سلاش بس كتابتها تختلف من برنامج راح نشوف ان شاء الله. هذا برنامج بسيط لطباعه كلمتين، الكلمه الاولى هلو والثانيه شنو ستودنت. ليش ما طلعت واحده بصف واحده؟ سلاش ان ممتاز. لا مو عندي سلاش ان، انا كاتب انت ال انت ال سلاش ان لازم يكون وين؟ ضمن الستودنت. زين هذا شوف المثال الثاني بس هذا المثال خلينا فيه شنو وين؟ اند ال. شوف شلون كتبناها بهالشكل؟ هنا سلاش ان تنكتب وين؟ داخل الكوتيشن. هذا الفرق بيناتهم. هذا ينكتب هنا تخلي له شنو؟ تخلي له مخرج اخر. بعدين سمي كومن. هذا هنا شنو؟ يكون ضمن الاستاذ. أعتقد أخذت من أول الكيو الستاك والبوش والبوب كما وصلت وين. تخيل لو عندك جرار زين خلي فيه مجموعة ملفات. جرار خلي فيه مجموعة ملفات. خلي ملف رقم 1 2 3 4 5 6 8 10. لما تحتاج ملف رقم 1 من إيدك للجرار تاخذ ملف رقم 1 صح؟ تخيل مو جرار بس تخيل شنو؟ هيك فد قوة اللي جوا خانة اللي جوا مو جرار ما يكون. جرد هيجي هو اللي جوا فتحه لوكال لوكال. اذا تخلي ملف رقم 1 2 3 4 عندي 10 واحتاجيت رقم 1 لازم اطلع ال 10 كل واحد طلع التاسع الثامن السابع السادس وصولا للاول مو صح؟ عمليه ادخال هاي الملفات شو نسميها؟ بوش بوش ترجمتها دفع بوش. اما هاي الملفات عمليه اخراجها هي البوب بي او او هاي معناتها استخراج الملفات. زين هاي الخانه شو نسميها؟ نسميها ستاك. يعني اول واحد يدخل هو اخر واحد يخرج مو صحيح؟ اول واحد يدخل دخلت الملف رقم واحد دخلت بقيه الملفات لازم اطلع اخر ملف والقبل الاخير والبعد والبعد وصول الملف رقم واحد وطلع اول ملف يدخل اخر ملف يخرج. زين بينما لو انت واقف عندك المعامله معينه تسويها واقف على شكل كيو لاين اول واحد يوصل اول واحد يكمل معاملته يدخل صحيح؟ اول واحد يكمل معاملته اخر واحد يوصل هو اخر واحد يكمل معاملته يجي. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه كيو. اول واحد يوصل اول واحد يدخل بينما الستاك اول واحد يدخل اخر واحد يدخل. هذا الفرق بيناتهم راح نشوف ان شاء الله. لكل مفردة أو لكل عفوا قيمة لازم عندي شنو؟ عندي أدرس، عندي فتساعة خزنية إلي. واضح؟ ماخذين هذه أو ما ماخذينها؟ وطبعا تختلف قيمة الأدرس بالميموري عن قيمة إلى آخره. نجي إن شاء الله أو بإذن الله بالتفصيل. هاي الملاحظة جاي تتكرر علينا أن سي بلس بلس ما يفرق بين من؟ بين أبر كيس لتر واللور كيس. عندنا برنامج بسيط هنا لكتابة البيل نمبرز رقم 3 ولكتابة بالكاركتر اي. شوف انتبه للكاركتر خليناها شنو؟ مو دبل كوتيشن سنجل كوتيشن واضح؟ وللفلوت هو اسم النمبر عرضنا اياها وين؟ بالاوتبوت. برنامج كلش بسيط ها ان شاء الله الكل يعرف. برنامج اخر لعرض ها هذا نفس البرنامج السابق بس القيم مو ثابته. القيم تعتمد على اليوزر. راح شو اسوي؟ انت للان والفلوت للاف والكاركتر للسي
بس اسوي سي علما لكل قيمه. يعني اقول انا اعرض لي الانبوت انتجر نمبر بس انا اسوي لها ادخال، انا اسوي لها ادخال، اسوي لها سي ان. شوف البرنامج قبل حتى النار قبل الادخال اي ثبتناه، قلت له النمبر هو 3 ممكن اسوي 4 الا غير البرنامج الا غير البرنامج. بينما هذا البرنامج الثاني لا هو نفس البرنامج بس انا احدد قيمه الان، مره احدد 3 مره احدد 4 مره 7 وصح كل عمليه تنفيذ. والفلوت كذلك وبالنسبه للكاركتر كذلك. زين طبعا هنا مستخدم هو اند او، يعني شنو معناته اند لاين عم تنزل بجيب كونستانت هي ثوابت. شباب الثوابت هي مرات تكون ارقام ومرات تكون حروف. خلينا نشوف بس من ناحيه الارقام هنا يقول لك هاي سمبل بروجرام تو ريد مو تو كالكوليت. شباب بس لحد الان احنا تو ريد ذا ريديوس. الريديوس شنو؟ نص القطر اوف سيرك. طبعا هذا الصيغه العامه للبرنامج. استخدمنا فويد بمكان الانت عن مود لايك تكون زيرو. يقول لك اذا كانت الباي 3/14 من ميم باي نمس الباي انت الار وفلوت السي سي اوت انتر ذا ريديوس اوف ذا سيركل سي ان للار. يعني انت راح تقدم متغير انت اللي بتفضل قيمه المتغير انت ال وراح يحسب شنو؟ معادل راح يحسب الاريا. هنا عندنا حساب بالبدايه ريد ذا ريديوس ذن كالكوليت ذا اوتبوت اتس اريا. قانون مساحة الدائرة شو يساوي؟ ار تربيع في نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة. نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة، النسبة الثابتة هي من الثوابت دخلناها. نصف القطر انت راح تدخله هنا بالسي ان وتضربه في نفسه يطلع تربيع. نعم تقدر تستخدم الباور. عندنا العمليات الجبرية سواء كانت جمع أو طرح ضرب وقسمة. أعتقد هذا نفذناه في المحتوى الأسبوع الماضي. كلش بسيط هذا. برنامج آخر لعرض ناتج قسمة. ناتج قسمة بالنسبة للإكس والواي والزد والآر. انتبه هنا إذا كان عندي السبعة على اثنين شكل راح يطلع ناتج؟ بأعشار. بس بما اني مستخدم الانت راح يوخر كل العشر يطلع لي بس عدد صحيح وهذا القيمة اللي هي تقريبيه انا غير صحيح غير دقيقه. لو كاتب هنا فلوت راح يطلع لي بالعشر راح يطلع لي 3.5. هنا 17 على سالب 3 راح يطلع لي المفروض القيمه ديسمال بس هنا بما اني كاتب انت انتجر راح ما يطلع لي ديسمال واكيد راح يطلع لي سالب. زين كذلك بالنسبه لي. ننتقل اكزامبل نمبر 9 كثره الهند فيها شويه قوه صح؟ عندنا هنا هذا الرمز شنو معناته؟ باقي قسمة 8 على 3 شنو الباقي؟ يوخر العدد صحيح يطلع لك بس الباقي. هذا لازم ينتبه. ننتقل لكتشر 5. لكتشر 5 هي عباره عن اكزامبلز. اغلبها اكزامبلز. اذا جاني اكزامبل بهالطريقه عمليه رياضيه لاول نظره للطالب قد شوي يصير برنامج وهذه عمليه ضخمه مو صح؟ تقدر تنفذها بكل سهوله برنامج سي بلس بلس. قلنا الاولويه للضرب والقسمه ومن ثم الجمع والطرح. ديفايدد باي هذا وهذا كله أجمع بيمن قوس لأن هو كله عملية جمع وطرح كله جمع حتى لو كان يطرح مو مشكلة كله جمع هنا divided by 10. زين إذا أجاني بهالشكل عملية أخرى بهالشكل راح يكون عندي الأولوية علما عندي ضرب هنا عندي ناتج قسمة وعندي قسمة باقي قسمة وقسمة عندي جمع وعندي طرح. انتبه اول شيء راح يكون اول شيء راح يكون الاولويه علما ضرب البي في ار بعدين شو عندي الاولويه للباقي قسمه لو القسمه الباقي قسمه او قسمتين قسمه بس هي شنو
من اليسار لليمين راح يكون العملية الثانية الأولوية للباقي قسمة، عملية الثالثة قسمة، بعدين يا عملية تجيني عملية الجمع ومن ثم عملية الطرح. هذا البرنامج احنا نفذناه، اتمنى تنفذونه تعودونه تشتغلون على العمليات الرياضية كلش مهمة. اعطيكم مثل اضافية على العملية؟ لا تحبون مثل اضافية؟ فهيهم انتبهوا. انا نهيئ مجموعة امثلة خليها مثالات. نجي شنو؟ نجي من ناحية الماث شباب. مرات احنا نستخدم شنو؟ نستخدم input output string. مرات نستخدم الماث، ماث library نستخدمها بها حالة. نستخدمها بحالة الاكسبلينيشن الاي اس ان. مرات نستخدمها بالناتشر لوغارتم، لوغارتم طبيعي يعني الاساس 10. ومرات اللوغارتم العادي. ومرات الساين والكوساين والتان وغيرها. مرات الباور الاس. ومرات السكوير روت وجد. هذول كلهم يستخدمون شنو؟ يستخدمون الماث. واضح؟ ناخذ بد اكزامبل. اذا اجتني داله بهالشكل سكوير روت من الساين اكس ناقصا اكس باور 5 على لين الاكس زائدا اكس على 4. شباب اللين ما موجود هنا بس هو ترى اللين نفس اللوغارتم طبيعي لوغ 10. زين هنشوف حالة شلون يصير. كيف البداية؟ السكوير روت، هذا السكوير روت راح يفتح قوسين باعتبار القوس الأول راح يكون للدالة الأولى. ساين الإكس ناقصا قلنا الإكس 5 شلون تنكتب؟ تنكتب باور الإكس بارز 5 بسد القوس ومن ثم علامة الكسر لوج الإكس زائدا الإكس على من؟ على أربعة. اكيد راح يكون العمليات الاولويه علما حساب الساين، العمليه الثانيه شنو؟ حساب الباور. احنا الخمسه الاكس اس 5 لازم ندخل قيمه اكس طبعا. العمليه الثالثه للوغارتم، العمليه الرابعه علما عمليه القسمه هذا، العمليه الخامسه. هذه هنا ما جاي يوضح لي تسلسل العمليات، هذا يوضح لي شنو؟ يوضح لي الخطوات. يعني مو تسلسل عمليات مثل ذاك قبل مثال قبل، يوضح لي خطوات. هذا اول شيء، ثاني شيء، ثالث شيء، رابع شيء، راح يطلع لي عدهن. اخر شيء السكوير يطلع لي كذا. اكسرسايز ناخذ المثال. هذا مثال حل عليه. وين طبقه هذا؟ المطلق. تسوي لي سكوير روت مثل ما اتفقنا، تاخذ الداله الاولى طبعا تفتح قوسين، القوس الاول راح يكون الداله الاولى. نوب شنو؟ علامة القسمة دور الدالة الثانية. وضح لي اياها ان شاء الله. هذا اخر برنامج نفذه باكر نعمله. اخر برنامج نفذه. نعم. ما يحتاج. انت فزت نفذه هو حتى عليك ناقص ما تفزت. ها شباب هاي اللي وضحناها قبل شوي. البريفكس والبوستفكس. الفرق بين هذا علامة الزيادة تكون قبل الحرف وعلامة الزيادة تكون شنو؟ بعد الحرف. هنشوف ذني مثالية. إذا كانت قيمة الإكس هي 7 أطبق قيمة الإكس زائدا 1، أطبق قيمة الإكس وأطبق قيمة شنو؟ الواي. طلعت لك شنو؟ طلعت لك 8 ب8 باعتبار شنو؟ طبع مرتين قيمة الإكس ما طبعها، السبعة ما طبعها، زودها واحد. ليش؟ لأنها بريفكس. بالبوست فيكس لا، طبع السبعة بعدين طبع الثمانية، طبع قيمة الاكس قبل الزيادة ومن ثم بعد الزيادة باعتبار جت لي البلس بلس بعد الحرف. إذا تجي قبل الحرف لا، يطبعها بعد الزيادة. ما نقول ليش أخذناها احنا الاند لاين وشلون تنكتب والست بيس. الست بيس عندنا البيس يا اما 10 او البيس بالهكسار ديسيمال او البيس بالمن بالاوكتل بالثمانية. هلا ستودنت، انا جاي ذاكرك اسم. يعني هاي
عشان انتوا تبحروا لنا مش على فلور الاسد. شباب عندنا اللي عايز ستو، ستو شو معناته؟ معناته ايش قطعه حيسوي فاصله بين المخرجات. عاده هو ياخذ شنو؟ ياخذ بهالشكل، ياخذ فاصلتين. بس انا هنا شنو يعتبرهم؟ يعتبرهم خمسه باعتبار 1 2 3 4 5. واضح؟ الحساب يكون خمسه. خلينا نشوف فد مثال بسيط عليهم حتى نفرق بين الستو باي ديفولت والستو اللي احنا ندخله. هسه هذا شو بيقول الستو باي ديفولت؟ خمسه. 1 2 3 4 5. واضحه؟ خلينا نشوف الستو اذا انا دخلته. انا قاعد هنا هذا المثال طلع لي الستو ايش قد الفاصله؟ خمسه. وبعدين الستو ايش قد؟ سته. راح يطلع لي بالاولى فاصله خمسه. 1 2 3 4 5. مو صحيح؟ حساب لي صار. هنا ايش راح يصير؟ عندي 1 2 3 4 5 6. اكتب لكم اياها شوية كبيرة. الأولى راح تكون بهالشكل. الثانية راح تكون بهالشكل. جاي تلاحظ؟ هنا 1 2 3 4 5 الحالة الأولى. بالثاني 1 2 3 4 5 6. واحد هذا الاستوجن تاب راح نستخدمه. بس تنفيذ شلون؟ هذا تنفيذ قدام. لا يعني هسه القيمه مال الفاصل قبل قيمه الاي يعني. اكو قيمه قبلها خمس وحدات على قاطع 200. بس انتبه هنا الاستوجن راح تحط فاصل. فاصله من اليسار. كده راح تحط فاصله من اليسار. ايش معنى هذا الفاصل بالبدايه وبعدين بين 200 و 300 سوا بين 200 و 300 خلينا نشوف الرقم اللي نطبخ نحاول يعد الشغلات. ركب عليه راشد. عندنا شباب إعاز آخر اللي هو الفت أعتقد صعب هذا ست فت ست فل سوري الفيل هو عادي ترجمه الفيل ملئ هذا شو نسوي؟ نبدا الفراغات اللي موجوده ملئ الفراغات بين المخرجات. عاده نحتاجها وين؟ نحتاجها في القوائم الطويله. عندك اسم وعندك رقم وتريد الاسماء والارقام شنو؟ مسار البنات الكبيره تريد توصل له شو تسوي؟ هذه بناتي هاي العلامه اللي هي ستار لملئ شنو؟ لملئ الفراغات. هذا الشيء شوف وين القوائم حسابات لا حيصير بس شباب اخر شيء عندنا الورك شيت. الورك شيت جدا مهم بالنسبه لامتحان الكويز المحاضره. عندنا هاي كل محاضره كويز تقريبا بالمحاضره السابقه باعتبار اليوم اول محاضره اللي هي ريفيو يصير بلس بلس. الورك شيت هي مجموعه اسئله راح تكون عندنا اسئله بالنسبه للكويز المحاضره. في احد عنده سؤال؟